خلي نور قابل نور كاتب في كل خطوش خلي موج قابل نور عد الموج لكل التال حتى جن هم مشي على ساقي شو تحب عندي وكان خالي كذبني قل له يا خالي عليك بحكم المحكمة ولا محضر مركز الشرطة تقراه وانت تعرف السبب اللي سيتهورة طلق من أجل ولا نجات وقتها تعرف مرية خالي على حقيقتها وين تحب توصل بالضبط أنا كان خالي حب يسمع مني من غير شوه بالعيات ولا الصياح قل له يا خالي باللي أنا ونجات كنا أنت أدرى واحد اللي أنا من اللي عرست علاقتي وفات بيك أنت وبغيرك شو تحب عندي تحب تعبني أنت يا متوقع هذا منك واكثر يا نجات مالكش تسخيني راقد على اذنيا ما تصدقوش كلامه كله كذب انا كل ما تنكر الشريعه فيها يا خالي الا الكذب الكذب ما عنديش انت اخبث واحد عرفته في الدنيا هذه عمري ما غدرتك يا خالي صدقني انا عمري ما غدرتك انت تخرج حالا وتخليني راس راس انا وياه نعرفك تبدلت عليا ونعرفك ملي وليت ما عاش عندك ثقه فيا وعطيت البنت تتاقف في المعمل ثقه بيك بكل شيء انا راه وكلام التيجاني اللي كان يقول فيه تويكا كمل فيض الكاس انت تحاسبني كان على الحاضر اللي معاك ما ضيع حاجه ما تهمكش صحيح انا تزوجتك وغمضت عينيا في الاخر انا هو اللي خاسر وانا نتحمل الغلطه بتاعي ونتحملها وحدي لكن تنجمش تقول لي وحده كيف في القد هذا والزين هذا تاخذ واحد كيفي انا قاعد على كرسي ساقيه مكسره علاش زعما على زينو باش تضحي من اجله تخزن له وتصلي على النبي لا يلا نكون غلط غلط كي نحسب حسابات كي هكا ونطلب المستحيل شنو اللي بيني وبينك انا ورقه كورها صديق قطعها حتى هذه عملنا حسابها احسابها كيف ما تحب اقعد غادي ما تحركش حتى نكمل نعرفك باش تقول ونعرفها الخرافه نتاعك اللي باش تقولها نعرفك اللي باش تطلقني وعملت تجاني سبه اما نقول لك اللي انا مش خاسره انا نجم ناخذ سيدك ترنكوش مش شيبه كيفك انت مكمل وخلي جيجي تاخذ بلاصتي ولا المراه اللي تحب تاخذ بلاصتي مكبوبه السعد اللي داعين عليها والديها تعيش معاك فعلاً أنا هو اللي خاسر اليوم يطردوني ونولي ندور في الشوارع وشكون السبب؟ أنتي
قصوا يده جات مليحه للطنبور. تعرف انا اليوم شنو نولي الكل في الكل هنا، وخالي اللي ما يحطني في عينيه الاثنين. ها هي كانتنا ما بيناتهم. يا بنتي يزي من الغش، راك حببت لي قلبي. اسمع، اضحك للدنيا تضحك لك، ما دام انا معاك ما تخاف من شيء. انت قضيت لي على مستقبلي، خالك منبه عليا ما خليكش تزوز للدار كي يبدا هو مش موجود. قل له دخل دخل من غير ما نفطن بيه، وخلي الباقي عليا. خالي عندي، خالي في مكتوبي. خالك عندك؟ فهمني، انت مع شكون؟ معها هي ولا مع هو؟ انا انا مع الوقف، مع اللي باش يخرج مع الحرب هذه غالب. ابعد عليا، ما تقربنيش. ما تظلمنيش يا خالي، اسمعني من بعد احكم عليا. عمرك ما تولي بنادم غدار، تقعد ديما غدار وما تصفاش. علاه يا خالي؟ على خاطر قلت على مرتك الحقيقة؟ ما لو كان زيد تسمح، ممكن لا قدر الله تموت وانت قاعد على كرسيك. نوفاكم الكل واحد بعد واحد، وانا ما نوفاش. الخاطر منصور بن رضوان ما نجم حتى حد يوفاه. شو اللي بتزيد تقول لي؟ انت ما قلت. اما نستنى لكم فيها الضربة. والضربة القاضية. وتوا من فضلك اتفضل اخرج. مهز فليشتك معاك والله. فليشتي؟ وفاش قام نهز في فليشتي؟ انا في داري، في ملكي. انت اللي تهز فليشتك واولادك وشلاقاتك وملاقاتك وتلوج وين تسكن. تنجم تقول لي فين ماشيه؟ لا ما نقولكش فين ماشيه. بعد نص ساعه كي نرجع انا وجوي، كان خطر لي نقولك، كان ما خطر ليش ما نقولكش. وننصحك تمشي تلوج امراه اخرى تبدا مزمره وعلى قدك، تعنيك وتعني همك وهم اولادك. ما هكا بنات الوصول تعمل يا نجات. اما والله والله العظيم الا ما نرجعك نادمه وتقدم في صوابعك على كل كلمه قلتها يا نجات. ياك تعرف تهدد فيا في بالي. نعرفك اللي باش تكتب بقيه املاكك الاميره بنتك. امينة مش باش نسكت وتشوف نجات اش تعمل لك. انا عندي ولدي عنده حق في الثلث بتاع ملاكك الكل، وتشوف ناخذ حق ولدي بالسيف بالقوة باللي تتخيله في مخك. ناخذه وتوا أنستك بعقلك. وليامات بيناتنا نظر بترنكوش ينقص كيفي كيفو. باي باي. نستنى فيك وقتاش تخرج مطرد. اللي باش يطرد نجات امه مازالت ما ولدتوش. قبل ما يطردني انا اللي طردته. نجات ما تحقرنيش. ستحب عندي ماك فرعستها، حربتها، قلبتها، سفيها على عليها. طوش تحب عندي. صحيح انا فرعستها وقلبتها وسفيها على عليها، اما باش تجي في مصلحتك. تقول لي الوقتاش باش تقعد غابنا روحك مع راجل قد عزيزك؟ خلي صغرك ما بين عينيك. العمر ما نعيشوه الا مره واحده، وكيما تقول الغنايه الحياه حلوه. تجيني نحب نحط لك حاجه في مخك
أني نجات مهيش سهلة. شو تحب عندي بالعربي؟ نحب نحكي معاك، نحب ننصحك، نحب نفيقك مع الرقدة اللي رقدتها. بالمختصر المفيد، نحب نناقف معاك وقفة الخول أخته. وأنا مانيش مستحقتلك باش تقف لي، نجم نقف على روحي وحدي، بالأخص نوعك أنت منحبوش يقف معايا. كانك تستنى في خالي باش يموت، بالله الكريم له باش يموت، هذاك قطوس بسبع رواح، إلا ما يكلنا روس نحن الكل، ومن بعد هو يخلط. طلقوا، أسمع كلام جيو وطلقوا، وعيش حياتك كما يعيشوها ندادك. تش ناقصك؟ اللي يبكيوا عليه الناس عندك، الصغر عندك، الزين عندك، عندك فيلا وثلث المعمل، وولدك عيني ما تضره يكسب هنشير ب3000 زيتونة. خلف ما دبرت انت راسك، صح عليك. انت تعبر والف واحد يتمناك، ولله على شكون ترضى. جانا مثلا كنت نستنى في خالي وقتاش يتسجد ونجي ونخطبك. تي هو ما حبش يموت، طلق وانتي ومنع بجلدك قبل ما ياكلك راسك. هزني المحامي. الحوت عليك، تو نهزك الواحد افوكات وحبيبي ويعملها لك قضيه مضروبه بالسفود. حبيبك لي معارفك وحبيبك ما نحبهمش، شبهولك. هزني المحامي متاع خالك. حاضر، مشينا للمحامي متاع خالي. انتي تأمر وجيو ينفذ. اش قولك يا شنو اش قولي يا وليدي؟ ربي يكمل عليك. انا هذا النهار المبروك اللي كنت نستنى فيه طول حياتي. كمل عليا وعليكم. يعيشك يا وليدي. شكون عملها انا الدار هذه؟ ما وليك انت ولا اختي. اخوتك تو يجيهم مكتوب، اما ان شاء الله تعمرها انت. تعرفوا انتم تعبتوا وشقيتوا معايا، بعتوا الغالي والرخيص. ايه يا حسره. تعرف يا لسعد دارك تحفونه برشا. نفسها كان بنية ناس كيما نعرف انا تعمرها. يا اخي من قلتهم هما تخوك على شكون يرضى. يم. نعم. الزويز هذا مقدمة نعمل معاهم شوية. خرجوني من الغريق. شنو الكلمة اللي تقول فيها يا لسعد؟ شنو هي المزية اللي عملتها عليك؟ فيكم دخلتوني شريكة معاكم في المعمل اللي شريته. اي. وانا بالعكس ما عندي عليك حتى مزية. انتي انا مستفيدة منك برشا ومن تجاربك. لسعد انتي صبرت. وشقيت وتعبت برشا. تيتي راك ماك شويه ولا تشيشه اليوم؟ أيوة راهو ما يلزم المجامله. طيب انا نحب نمشي نتفرج على المعمل ونشوف بيوت الثلج اللي نسمع بيهم ولا عمري ما ريت. هيا برا قبل ما نمشيو للمعمل. شقولكم الجماعه الكل نمشيو نفطروا مع بعضنا في داري، وبعد كان تحبوا نمشيو للمعمل. شقولك سيدي؟ تؤمر يلا تؤمر. سامحني سي منصور، تجاني تخلف فيلا من غير ما نفطن بيه. لا ما يسمى مترشى عليك، ما تخافش. تقول تجاني للدار اليوم كشف لي على برشا حاجات ما كنتش نعرفها. في الحقيقة جيت نحب نعرف أملاك راجلي، يعني شنو اللي قعد له، شنو اللي باع، شنو اللي خلى، باش نعرف روحي كيفاش نتصرف. والله يا مدام من حقك تعرف هذا عن طريقه هو شخصيا، مش عن طريقي أنا. على خاطر تعرف اللي انا المحامي الخاص بيه ومؤتمن على املاكه ومعاملته القانونيه، اذا ما نجم نقول لك حتى شيء. ما هو زاده يا استاذه، عند الحق تحب تعرف مصير ولدها، وما تخليش راجلها يفرط رزقه على اليمين وعلى اليسار، وهكا كذا حقها وحق الوليد. اللي نعرفه انا وان الوليد اللي تحكي عليه تحصل على ثلث التركه تقريبا، وما جانيش ولده مخلوف ولا بنته اميره وقالوا لي علاش بابا عمل هكا.
واللي يلزمكم تعرفوه وان سي منصور يتصرف بكل حكمه وبيمشي خطوه لقدام الا ما يعمل الحساب. لكن انا نحب نطلق. هذيك حاجتك يا مدام. قبل ما نطلق نحب نعرف شنو اللي عندي وشنو اللي عند ولدي باش نعرف هكاك ناخذ حق ولدي. تصور انت وانا سي منصور باع لك ثلاث المعمل عقار وراس مال وتجهيزات. هاي بالطبيعه. في الحكايه هذه سي منصور طلع ذكي ياسر ويخزر بعد 20 سنه لقدام. بمعنى اخر سي منصور ما عندوش ثقه في حتى حد ومتشبث بالحياه بشكل غريب. يعني اللي تفكر فيه انت في اللحظه هذه فكر فيه هو قبلك. اش معناه؟ معناها ثلث العقار ما يسواش 10 ملايين بينما المعمل كله يسوى مئات الملايين. شميتها بالله الكريم شميتها. معليش يا نشأت معليش اخسر وفارق. وانا ما فهمتش. انا قالوا لي صحح صححت ما فهمتش كيفاش. صحة ليك يا منصور صحة ليك. انا نقول لك الراجل طردها مره واحده من الدار وانت تقول لها ضحي. انت عندك الحق ما تعرفش يا خالي. هذاك كيف البحر الهايج الداخل منه مفقود والخارج منه مولود. يلعب مع الجن الازرق يربحوا. ثلاثه مرات يعمل كاردياك وما يموتش. الموت خافت منه الهم هذا. عيب عيب يا مدام الكلام هذا ما يتقالش. وهذه هي نقطه ضعف اللي شد عليك سي منصور. هو متاكد وانك ما تزوجتوش حبا في ذاته وهذاك علاش قعد ما تحذر منك ما عطاكش جنب. الكلكم ذريعه واحده انت وفاميلتك والعرش نتاعكم الكل بخالك بولده وبنته كلكم كيف كيف الهموم الجامده. شبيك قابلت وانا فجيت سي علي قدام الرجل هذا كفوية اللي وقفت معاك. اقرا 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 العقد وتفهم مش عندك وش ما عندكش. شنو اقرا انا الورقه هذي ريتها عند منصور وحاولت باش نقراها ما نجمتش. مكتوبه بخط العدول وين نعرف عليها انا. انا نعرف اللي هو قال لي ما نجمش نعطيك فيلا تسوى 200 مليون من نهار الاولاني وانا وافقته. قال لي تصبر نعمل لك وعد بيع بعد عام يكمل البيع وكمل العام وكمل البيع. صحيح يا ماتر صحيح وانا كنت حاضر وشهادة من الدين. وجا العدول نهار اللي جا العدول انا ما حبيتش نتشرط وما حبيتش نقعد احذيهم. خرجت نطيب لهم في قهاوي ورجعت حطيت لهم القهاوي. قال لي مبروك خو صحح صححت. هكاك يصبح العقد بيناتكم ولا غير؟ يا ميمتي يا ميمتي شجرالي يا ميمتي احلى من الكل. انت خرجك بيدك على راسك لا فيل لا معمل ولا هم يحزنون. قل لي وانا اش مازلت قاعد نعمل هوني بحذاك. انت ما حشتيش بيك. انت الوجه الاحرف متاعك من نهار اللي ريت وما ريت خير. اقلب وجهك من قدامي ما نحبش نشوفه هالمنظر. عجب تحقق مشيت من ثم لثم لواش راجع للدار. عملت باللي قالك عليه اصلك. ما تستحق حتى شيء. عطيتك اكثر من اللي تستحق. رديتك مراه لكن انت طلعت الله غالب. تموت يا شيبه ولدي يورثك. ريت هالدار هذه تولي ملكي نتاعي بالصفه عليك ونجيب اللي نحب انا يسكن فيها. يا اخي انت شيبه كيفك انت باش تقورن في الدنيا؟ زايد عمره ما يرجع عليك اصلك. الاصل خليته ليك انت. اش تحب؟ تحب تاكل الدنيا وتتسحر بالاخره؟ ما شوف جرب سعدك واكتب بقيه ملكك لبنتك ولا لولدك اللي شريته بالفلوس وتشوف نجات اش تعمل. باش هكاك نهار اللي تموت انت نلقى فاش نتلهى نوسع بالي. نحب المشاكل وحق ولدي ناخذه بالسيف بالقوه باللي تحب انت. خاطر واحد مكمل كيفك ساق في البر وساق في القبر ما عندوش الحق لا يبيع لا يتصرف في حتى شيء. كملت فرغت قربتك. والله يا منصور لما نطلقك وبعد نتلهى بيك. تعرف يا نجاة احسن حاجه عملتها في حياتك وانك طلبت الطلاق وكرمت لحيتك بيدك. اذاك تبرد على قليبك. ريتها نجات اغزر لها منيح وعبي عويناتك خاطر لين تموت ما عادش تحل فيها عينيك.
لا هي لا ولدها. بعد الكلام هذا والله يا نجاة اللي باش نعملوا فيك حلال. سي منصور، ثم واحد البرا قال اليوم مندوب البنك يحب عليك. مندوب البنك؟ قل له يدخل وهاني جيت. يا نجاة قدامك حلين، وانت اختار منهم الحل اللي يناسبك. اول حاجه هي نطلق، ومانيش متراجعه في كلامي، وبعد نهز ولدي ياسين معايا نحرمك منه وشيخ روحك بعد بالحلول كيما تحب انت. خليتك تتكلم وحدك كيف ما حبيت، تويكا انا اللي باش نتكلم وانت باش تسمعني. شنو هما الحلين متاعك؟ اولا نتفارقوا بالطلاق وتاخذ جميع حقوقك، واللي تحكم به المحكمه انا نعمل به غرامتك وسيارتك وفلوسك ومكاسبك بما فيهم ثلث المعمل. قول ثلث الحيوط وثلث سقف المعمل. وتتنازل لي على كفاله ولدي. الله الله. نعاود لك، تتنازل لي على كفاله ولدي ياسين، وانا نكون معك انسان ونخليك تزوره مره في الجمعه ومن اليوم ومن هالساعة. أنت تطلب في المستحيل. النجوم أقرب لك. ياسين ذاك ولدي وباش نهزه معايا ونحرمك منه. ما لا هكاكا، نبدأ مضطر باش نستعمل الحل الثاني ونطلقك بالضرر ونخليك تجري وتجري. أعمل اللي تحب علي. نسيت باش نقولك اللي مندوب البنك هنا. انستك بي، وش يهمني فيه هنا مندوب البنك؟ مشيلو اسالو واسمع منه بارشا حاجات تهمك. ما عندي ما نسمع منه. مدير البنك كلمني توا 4 ايام وقال لي اللي ثم شاك خرج من حسابي، والتصحيح عندهم فيها شك. يظهر لي انت خرفت وليت تهز وتصبط. رجعت دفتر الشيكات متاعي، لقيت ورقة ما فماش. كلمت مدير البنكة، أكد لي اللي الرقم هو رقم الورقة اللي تهزت. تلقاها بنيتك ولا واحد من فاميلتك اللي نهار كامل داخلين خارجين عليك، فاش قام تحكي لي لينا في الحكاية هذه؟ الشيك هزيته أنت يا نجاة، وتصب في حسابك أنت، وعليه الخط متاعك أنت، وحتى التصحيح اللي وراه تصحيحتك انت. هنا عرفت وقتاش تضربني يا منصور. اذا كان وافقت على الحل الاولاني، توا نكلم مدير البنكة ونقول له اللي الشاك صحيح ماهوش مدلس، واللي تصحيحها تصحيحتي انا. اما ما نقول له هذا لما نمشي ساقي وساقك، تكتب لي وتصحح على التنازل تاع ولدي ياسين، تقول لا وقتها نخلي العدالة تاخذ مجراها، وان شاء الله بعد 10 سنين كي تخرج من الحبس تلقى يدياتك على راسك. سي منصور راك ما جاوبنيش. سامحني في تعبك، تو نكلم مدير البنكة ونتفاهم انا وياه في الاجراءات اللي يلزمنا ناخذوها. عايز بسلامه. في امان الله. يا مريم، مريم. نعم سي منصور. كلم اميره وقل لها تبعث لي حمى فيسا فيسا. الله يبارك. امشي بابا امشي، هات لهنا، هي خرج لبرا. محمد اش قاعد تعمل؟ هذا نفذ في الاوامر بابا. اوامر؟ انا هي الاوامر اللي قالوا لك باش تخرج الحواجز في الشارع، ولا تخلي الدنيا سايبه ولا سايبه؟ خويا جو ما عنديش وقت باش نضيع معاك، كلمتين باختصار نقولهم لك.
انسان ما خليت حتى واحد يسخط بحالك وقد ما يعمل فيك خالك وشويه. قل لي شكون قال لك ادخل للدار وشكون يحلك الباب؟ مولاه مولا المول يا بابا سي منصور خالي يا هايشه وهو اللي اعطاها لي وقال لي اسكن فيها واعمل فيها اللي تحب كابيتو. ما قلنا لك عاد ما قلنا لك فعايلك مشومه ولسانك غير البيت وقد ما يعملوا فيك كيف ما قلت لك شويه فيك. امان امان يا خالي يا اخي انت عملت فيه شويه انت عملت فيه القهر. تعرف بابا اش كان ماشي يعمل خالك؟ كان ماشي يقدم بيك نازله ويدعيك كونك خلعت باب الدار ودخلت تسكن من غير ما يعلم. اما احمد ربي رجع لي هصله. انا تو وين باش نسكن؟ وين؟ وين يا خالي وين؟ يا ولدي فاش قام؟ لا 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 دوسيك هو موجود قدامي وما تروح كان فرحان. باهي باهي حتى كعبه قاروس ما تدخل للمعمل. سلعتك توصل لكلوتي لاي. كي يدخل بالانسي ثاني زاد نقرا لك حسابك. متفاهمين؟ اي في الامان. ولك والحلو يا عيني. اللهم صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. سبحانه سبحانه يبيتها في شان ويسبحها في شان وهو عظيم الشان. شكون كان يقول لسعد باش يولي فيها الوهره والحطه هذه 55 عليك. بالله بالله العظيم ما نقصدك كان عروسها. لا يا غرموق نتهنى على اخوتي البنات ومن بعد ما تشوف خوك لسعد كان بحذا عروسته في الصاله. يا من الله ذليل. اهلا فوتو. اهلا 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 بالمعلم مدام دومه. يعيشك. تعرف جيت في وقتك؟ تعرف ما قال لك اللي يقصد يقصد دار كبيره اذا كان ما بيت متعشي. برا شوف فماش كماندات اخرين برا. تبقاهم هذا؟ لا يعيشك. شكون يحكي لك هالعصفور متاع البحر؟ الغرنوق كان يقول لي ابن حكه طن تخرج من معملنا. يظهر لي الامور ماشيه. مادام الحوت الازرق موجود في البحر، المعمل خدام. تعرف الطلبات اللي هابط علينا تحب لنا عام باش نكملوها؟ اي تنجم تخدم المعمل 24 ساعه على 24 ساعه. وهذاك هو اللي باش يصير. زيد يا أسوم ما نفهمك كان انا في هالدار. تعرفي كاثر تولي اكثر من 6 شهور ما ريتوش. الحب صاي انا اللي منرفزني كان حاجه واحده يا اخي. علاش قبل كان ديما يجري ورايا وين نمشي نلقاه قدامي؟ توا قص جمله واحده فاسمح وذا ما تعملهاش مشكله يجي غيره تنسي. ننسي حاضر توا نسي. بسم الله يتفضل عندي الخير يا عيشه. اهلا يا بنات. اهلا اهلا على السلامه. اهلا مع السلامه بنتي عايشك. مرحبا بك سي حمود. يبارك فيك يا عايشك يفرح قلبك. انا في الحقيقه والله جيت باش نهنيكم ونبارك لكم على الفيلا الجديده ورحمه خويا الغاليه فرحت لكم. يا عايشك يفرح قلبك. اشكون كان يقول لسعد ولد العايش فهمت الحاصل يا سيدي يرجع رزق به اللي راح. رجعوا ثاني ومثلث يا عم. تفضل اقعد سي حموده تشبك واقف. قبل ما نقعد جبت لكم ضيف عزيزه معايا نحبوا يدخل يتكلم معاكم. مرحبا بك وبالضيف اللي معاك بهيش. برا عايش بنتي زوجه واقف قدام الباب. شكون؟ انت برا زوجه ما تخافش موجود باش ياكلك ولا تو تطلع لي كلبه بنت الكلب نرجع منين جيت. انا راني في مقام المرحوم خويا. اي مالا ليه برا يا طفله برا. حاضر عني ماشي. تفضل عمي. عايش بنتي. ترى هو انت يا؟ هي انا هو. شبيك تفشعت؟ ماكش باش تفرح بالضيفه؟ تفضل سينيشي. حلو ياسر تفضل سينيشي من فمك. هي مش نقعدوا نتحدثوني لبرا؟ مش باش تدخل داخل؟ يعيشك سينيشي ما تحرجنيش. اللي صار بينا ما يتصلحش. بالعكس كل شيء يتصلح يا كوثر كل شيء يتجبر. مش انا الوحيد اللي طلقت ثم الف واحد طلق وبعد رجع لمرته. وانا مش واحده من الالف اللي انت تحكي عليه. ايوه على كل حال
أنا جيتك حبيت نقول لك باللي الأولاد خذاتهم أمه. كانك جاي على الموضوع هذا بالذات قولك آسفة. كانك تظن لي أنا ما خذيتش راجل على خاطر قاعدة نستنى فيك قولك غلط. وكانك طامع في الأربعة سور دي اللي عندي قولك راني شاركت بهم خويا. وكانك أنا مانيش طماع وما زلت واقف على سقية. ما زلت نحبك يا كوثر وراسك ما زلت نحبك. حب على روحك. ما نسمعني مليح. عمرك ما تنجم تاخذ راجل وانا حي وغير برك جرب خوذ. وانا وراك وربي راك يا كوثر يا اخت لسعد العايش. بابا توا عنا مده ما حكيناش مع بعضنا. احكي يا جناب المديره احكي. كنا غاطسين في مشاكل نجات وطلاق نجات وزيد المعمل اللي وقفناه على ساقيه. يا أميرة راهو المعمل مصباح معمل إلا بك أنتي. تلهينا في حاجات بابا ونسينا حاجات ما أهم. بوك ما نسى حتى شيء. أنا جاي نهار وطلبت منك باش تعامل ولادك الكل بالعدل. ومن اللي بعدت نجيت ما عودناش بدنا الموضوع. بوك ديما عنده وعده وعمري ما خممت باش نعاود نتزوج. وبعد من معيني كل واحد منكم باش ياخذ باي. نقصدش هكا انا بابا بالعكس انا نلوج على راحتك. راحتي يا اميره كيف نشوفك متزوجه ولادك دايرين بيك ونتهنى. ما تخممش باش تفرح بخويا. بابا انت وعدتني باش تسامح وجيك بعد المشكله نتاعنا جات وانت رخيت في العين وحقرته ومن نهارتها ما رجعش. خرج يبكي قال لي ما عادش شوفني بالكل ومن وقتها لا ريت ولا شفته. الله اعلم توا حي ولا ميت. لا تهنى مخلوف خوك حي يرزق واخباره قاعدة توصلني وباع كل ما يملك في البرد. عنده الحق بابا على خاطره خسر واموره تضعضعت وزيد حس روحه ما عادش مخلوف متاع العاده. مخلوف في دوار عيشه يا اميره. شرى ارض وعمل ضيعه في لحيه. اي على خاطر كرامته ما تسمحلوش باش يقعد في البرد وزيد انت بابا خليت بيه. حلص له زايد. بابا تو انا شكون باش يقعد لي بعدك انت؟ لو كنت جرالك حاجه بعد عمر طويل نجات تحاربني بولدها ورزقك ياخذوه وعيني تغزر والحق ما ينجمها كان مخلوف. بابا مخلوف يلزم يرجع للعائله ويلزم ياخذ بلاصته وما تنساش كيما هو ولدك حتى انا اخويا. اسمعني يا امير وصدقني كي يقول لك أول مرة نشعر بها اللي أنا في حاجة المخلوف. لكني كنت أستنى فيه هو يجي وحده ويقيم لي الدليل لكونه يحبني. المخلوف بعد هذا بدونه عاش معايا عمره الكل. عايش اوكي نفكر ونجاوبك. باهي اما تبتش عليا واللي فيه خير ورضا الله يقرب. اما نستنى منك في خبير. باهي تهنى نجاوبك في اقرب وقت. بسلامة. بسلامة. كسبتك سي ناجي. حلوه هذه كسبتك. نجات باش يكون في بالك معرفة قديمة. اسمع سي ناجي انت فلوسك وفات ولا عاد عندك لما تبيع لما تشري. اسمع كلام جيو مش يلعب في تيرا اخر خير لك. يظهر لك الرئيس ناجي مازال قوي وديما واقف على سقي. كسبتك بابا. جيت نطلع على الدار اللي كنت تسكن فيها ورصات في الاخر عندك. شنو
نجم ندخل ولا بتخليني واقفه هنا؟ حسيلو اللي فيه طبه عمرها ما تتخبى، لا عندك لا مبدا لا صاحب، ما تصفيش. انت كي تضربك الحيوط وما تلقى حتى حد تولي تلحلح وتسكبن يا سكبين. ليش شي حب عندك؟ ها وانت شي همك بابا؟ مصلحتك. نيجي جاي يخطب فيا. ضحكت كيسر ذي. بالطبيعة بالطبيعة، الفالس اللي كيفه يلزمه يلوج على مرية في عويناتها دموع باش يلقاوني يعشش. على كل هو خطب، وانا قلت له خليني نفكر نتدلل. تدلل؟ ناجي وفاء، ناجي انتهى، ناجي ما عاد عنده شيء. وعلى كل مش هذا الشيء اللي جيتك على خاطره. انت جرالك كيما كالتاجر الفالس اللي يجبد زمام قديم يشوف فماش فيه دين. لا، المره هذه جيتك معايا ضربه العمر، الضربه اللي باش ترجعك للعلالي، للفيلا وللعز. اي 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 عاد انت ما معروف، حكايتك فارغه، ما عندك كان الكلام. المره هذه بيع وذراع وانت تشوف اش باش تعمل. خالي خالي سكر الابواب الكل في وجهي ومسح لي شواربي من كل شيء، وانا بالطبيعه مانيش باش نقعد ساكت ومكتف في ايديا. انا جيت الليل ما عادش نرقد، يلزمني نكتب مقدمه تجيب عمره. تيجاني خالك مش سهل، خالك قوي. انا واحده من الناس فركست له ثنيه، حبيته يغلط غلطه حتى قد هكا، قلت يكتب رزقه لاولاده هكاك نقاوم عليه قضيه نقلب عليه الدنيا شيء، ما لقيتلوش حتى ثنيه. دونك خالك قوي مش سهل. تهنى مازال ما فرط في شيء من رزقه. وانتي منين ليك؟ اخبار منصور وجماعه منصور كلهم يتصبوا عند الجيو، وانت تقول لي منين ليك؟ تيراني بارابول متنقل. هيا قوم البس حوايجك وهيا نخرج نشرب قهوه ونزيدو نحكيو. المره هذه كاينك تحكي بجدك. ها بي اوكي بسلامه. طلع شكون كان يكلف هيا توا؟ هو هو. تعرف قال لي طلعت عنوانك يا حلوفه واللي كنت ديما تخبي فيها عليا، والليله جاي باش يخطبني. انا فرحانه يا كوثر، فرحانه. مبروك، الف 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 مبروك. المعمل متاع خالي رجع وقف على ساقيه، والبلاص اللي باعه سي مخلوف خالي عوضه بزوز، والتركه باقي وهي تكبر. خالك غلب عليا وقتلني بالعرق، يهدو مقواه. خايف خايف للحسبة تتلخبط واللي بنيته الكل يتيح في الماء. مخلوف اللي كان مطرد البارح رجع للفيلا وكاينه لا كان ولا صار. انت اش نجم تعمل؟ انا ما نجم نعمل حتى شيء، وانت تعرف. تعرفش كيفاه؟ خليها في يد جيو، هو اللي نجم يعمل. تيجاني انا مانيش ناقصتك، راه الكلام متاع الالغاز ما نفهموش، اما تقول كلام مفهوم ولا تسكت. خالي يلزمو يموت باش انت تضمن الياسين يورث الهنشير، ومن بعد تاخذ انت توكيل على ولدك وتتصرف في الثروه. خالك يخلي زروسه اكثر منهم مخلخلين، مكبش في الدنيا ما يحبش يموت الهم بسبع رواح. وكيف نجيب لك شكون اللي هنيك عليه؟ اشكون اللي رتحك منه في 24 ساعه من غير ما تتمس انت؟ اش تعطيه؟ نعطيه 50 مليون، 50 ألف دينار، كارتة تحك في كارتة. ثروة بزوز ولا 3 مليارات
تعطيه منهم 50,000 دينار. توا هذه قسمة خيانة. كي جاني تزقزيقلي وين تحب توصل؟ حاجة واحدة نحب نوصل لها، خرج خالي مع الدنيا كيما هو خرجني من كل شيء. اش معناها تيجاني؟ قبل ما نقول لك اش معناتها، تضمن لي اللي نضمن لك ناخذك تولي راجلي؟ ما يكفيش. نكتب عليك صديق، ما انت نكتبو صديقنا طاوة. ومع صديق شيك 50,000 دينار. 50 مليون. والليلة في الليل يجيك خبر خالي. بعد ما كلمتك جيت خطوة لقدام وعشرة التالي. سي لسعد هالزيارة ما كانتش متوقعة منك. سي لسعد قبيلة كلمني بالتليفون وقال لي عندي موضوع خاص باش نكلمك فيه. اي تفضلوا معايا لسعد. علاش ما قلتليش؟ يا اخي ثم اسرار بينك وبين بابا. انا كي كلمت سي عبد الجليل هو بوصف ابوك وفي مثابه بابا. انا زاده كيف كيف ان شاء الله خير. انا حبيت بنت ناس وعزمت على ربي باش نخطبها. نمشي معاك ونخطبها لك. المشكل خايف ما توفقش، وظني اللي انا جيت خطبتها على خاطر فلوسها. وقتها تولي مهبولة ومن غير عقل. يا سيدي انا جيتك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب ألفة. تيجاني انا توا وليت مرتك وشريكتك في الباهيه والدنيا. نجمش تقولي على الخطه اللي في مخك ولا تحب تخليها سر؟ وانت مازال عندك شك باش تسالني سؤال كيف هذا؟ تحب نقولك الحق وتصدقني؟ انت وليت راجلي، خايف عليك. ما تخافش، انا باش نقتل خالي من غير سلاح. كلمه واحده نقولها له وروح وتطلع ما غير ما يلقى الوقت باش يشهد. كيفاش؟ خالي قد ما هو قوي قد ما هو ضعيف وحساس، وقال كلمه تاثر فيه بالخص اذا مسيت لواحد من اولاده. ولدي لا تيجاني نبه عليك، ولدي ما تدخلوش في اللعبه هذه. ها نقول لك ولدك في عينيا الاثنين. اما خليني نكمل كلامي. شنو راهي باش تعمل؟ باش نكذب كذبه على خالي تكون له الضربه القاضيه. خالي مريض وقل صدمه تعمل له كاردياك كما تقول انت، ويروح فيها من ثم لثم. انا باش نمشي له ونقف قدامه ونقول له يا سي منصور، اولك تربي في ولاد الناس وعاقبتك تربي في ولاد غيرك. اسمع رد بالك، هذا يا فرحتي راه فرحه العمر. ما عايش خويا هنيني على الفرقه متفاهمين في الامان. يا لسعد يا لسعد طلع شكون جاي. عمي كالعاده يحب يتسلف. لا عمك كله يحب يتسلف. مخلوف ولد سي منصور. مخلوف مش هي المناسبة؟ والله ما نعرف ما سلتوش. خليه يدخل. حاضر. منزل مبروك سي لسعد. يبارك فيك. تفضل. سي عقبال كل شيء نبلغك سلام بابا. يسلمك ويسلم. أنا في الحقيقة ترددت قبل ما نجي.
خطوة القدام وعشرة التالي. إن شاء الله خير. الأخير إيش باش نقول لك؟ تو مدة عام تقريبا تعرفت على بنية تحفونة، عجبتني عجبتها، تنعنا ببعضنا، ولتو مخب عليها اسمي، ما تعرفنيش ولد شكون. طلبتها في التليفون قلت لها جاي باش نخطبك، أعطتني أدريستك في المعمل والدار. بنية هي أسماء أختك سي نسر. أسماء، صدفة غريبة. صحيح. وهي ما تعرفكش ولد شكون؟ التو، أما المهم مقتنعة بيا. والله إذا كان مش اجتماع هو اللي جابك لهنا، تنجمش تعطيني سبب واحد يخليك تفكر تخطب أميرة أختي وتناسب عائلة منصور وما أدراك. ثم شكونك أنت ساعة بلاي شكونك؟ تعرف ولد بحر عمره ما يتحقر، أما أنا اسمي لسعد العايش، الرايس لسعد العايش، تو تفهمه نهار من نهارات. نتشرفوا سي ولد البحر، ونعلمك اللي المقابلة وفات وتنجم تمشي تتفضل تو. مش تستنى باش يكون ردي سي مخلوف؟ والله أنا اللي خلاني نجي ونكلمك حاجتين، رجوليتك وإنسانيتك. ما لازمك تعرف اللي لسعد العايش ما يجي ضد قلب أخته وما يعملكش بالمثل. هذا الكلام اللي كنت خايف منه سي لسعد. شوف اللي فات مات وماذا بينا ما نجبدوهش خير. تعرف اللي فات هذاك هو اللي يبني المستقبل الكل. لسعد العايش هاك البحار اللي يتيح ويتكبر المحقور، انت كنت السبب وعملت له بونتو في قلبه. تعرف مليح اش نقصد، لكن اللي فات راح كما قلت. وانا هذا هو الشيء اللي خلاني نزيد نعزك ونحترمك ونقدرك وشجعني باش نطلب القرب منك. سي منصور، سي تيجاني البارا قال عنده ما يقول لك. تيجاني ولد اختي؟ اي. قول له يدخل. جيت سي شباب، قل لي شنو اللي مازال عندك في هالدار باش تمد علينا وجهك؟ جاي نقول كلمتين لخالي، وكان تحب تسمعهم اقعد اسمعهم. شنو اللي مازال عندك ما تقوله المنصور بالرضوان يا تيجاني؟ يلي ما ثمرش فيك معروف وخير منصور. جاي نفيقك مع الرقد اللي رقد على وضنيك يا سي منصور. تكذب. صحيح كذبت عليك برشا، نفقتك برشا، اما اليوم باش يكون معك صادق. صادق كذاب طول عمرك وانت كذاب سنين الله وانت تكذب عليا ملي طولك شبر وانت تكذب وعامل لي ألف وجه. أما اليوم جاي باش نكشف الأوراق باش تعرف الحقيقة اللي مغمض عليها عينيك. سمعني، شنية الحقيقة اللي تحب تقولها لي؟ ياسين. اش بيه ياسين؟ ياسين ماهوش ولدك. ياسين ولدي أنا. ياسين أنا أبوه، أنا أبوه يا منصور. كنت بتوقع منك باش تقول أكثر من هكا. تعرف علاش؟ على خاطر
هذا اخر سلاح عندك. اسمع اسمعني ساعة، يظهر لي باش نقوم لك انا نكلمك باللغة اللي تفهمها انت مليح يا تيجاني، على خاطر عندي برشا نستنى لك فيها، فهمتني؟ مخلوف سيبه، ما توسخش يديك، خليه يزيد يكذب، خليه يتكلم، باش يبدا ضميري مرتاح وقت اللي هبط عليه ساحقة تمحكم من الدنيا، ترتاح منه عباد ربي. نذل، حقير، حيوان، وما تجي حتى شيء. والله إلا ما نوفاك يا تيجاني، إلا ما نوفاكم الكل، أنت ونجاة. منصور بن رضوان ما هو ظالم، ما يظلم حد، لكنه قوي، قوي يا تيجاني. مبروك يا الأسعد. يبارك فيك. إن شاء الله مبروك. عايش. مبروك. عايش. مبروك الأسعد. Thank you.
حتى 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 يا بحر صار موجة وتيار موج الشارع كي تخرج من البحر الباب كاتب لك في كل خروج خلي مقابل كاتب لك في كل خروج خلي موج قابل موج عد الموج الكل